أول خمس محاضرات يعني لحد المحاضرة اللي فاتت. الميد تيرم طبعاً سؤالين بس، كل سؤال أربع نقط يعني A و B و C. مظبوط. امتحان ثمان نقط. طبعاً كل محاضرة عليها سؤال ما عدا في المحاضرة ثاني محاضرة اللي هي بتاع تطبيقات البارشال ديفرنشال إيكويشن، عليها سؤال على نقطتين، سؤال على الانفلوب وسؤال على الاكستريما والسادل جوين. طبعا السؤال بتاع الاكستريما دي كبير يعني عليه درجه كبيره، عليه خمسه. الانفلوب عليه تقريبا ثلاثه. في سؤال على اول محاضره غالبا هيبقى التشين رول. خدنا احنا كده خمس حالات تشين رول ازاي تفاضل يعني. فده جه عليه سؤال بس درجتين، سؤال بسيط كده عليه درجتين. الانفلوب ده سؤال عليه ثلاث درجات. الاكستريما السادل بوينت عليها خمس درجات. في بقى الكيرفيتشر والراديوس اوف كيرفيتشر ده عليه ثلاث درجات، سؤال برضو واحد يعني نقطه يعني. كده اول سؤال. بعد كده السؤال الثاني اربع نقط برضو. خدنا الفيكتور ده عليه سؤالين كمان، الموضوع اللي هو الفيكتور، فيكتور اناليسيس. خدنا فيه كذا حاجه بقى، الديف والكيرل والجراف، ازاي اجيب الزاويه بين سطحين، في معلومات كتير هيجي عليه سؤال عليه نقطتين. تمام. في بعض الاسئله على شكل اثبات زي ما اتعلمنا، يقول لك بروف ذات ان جراد مثلا الساين يطلع بكذا او جراد اللين ار ممكن يجي لك حاجه زي كده. فسؤال الفيكتور عليه سؤال عليه نقطتين. في خدنا ايه بعد كده؟ اللاين عليه نقطتين. اللاين عشان مش هنجيب الدبل بقى اللي هو بتاع النهارده. فاللاين برضو في افكار كتيره عليه نقطه. ده كده الامتحان. ماشي يا شباب، يبقى الامتحان سؤالين بس، كل سؤال A و B و C و D. طبعا الامتحان من 25 درجه. تمام؟ الامتحان الاولاني يعني 25. امتحان الدكتور هاني هيبقى من 20، وبعد كده في شفا من 30 زي ما اتفقنا، في 10 مينيمم للناس كلها، وفي 20 بقى على حسب الاسئله على حسب الاجابه. والفاينل 75 دي تقسيم كده. موضوع النهارده اللي هو الدبل انتجرال، خدنا المره اللي فاتت اللي هو اللاين انتجرال اللي هو تكامل واحد، النهارده بقى الدبل. المفروض ناخد برضه التريبل وكده بس هنكتفي بالدبل يعني. كويس. يعني هو الموضوع اصلا المفروض اسمه مالتيبل انتجرال، مش تكامل بقى واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، مالتيبل يعني. بس انا هناخد بس الدبل اللي هو تكاملي. هنعرف يعني ايه الدبل انتجرال وهنفهم برضه يعني ايه الرقم اللي بيطلع منه او الناتج ده عباره عن ايه، او الدبل ده بيعبر عن ايه يا جماعه. الاول هنعرفه لو عندنا الداله X و Y متعرفة define على region R. R دي عبارة عن X و Y بحيث إن X متعرفة من A ل B، إن Y متعرفة من C. يبقى الـ R دي منطقة عبارة يعني ممكن تطلع مستطيل أو تطلع بالشكل ده يعني، لو الـ A والـ B والـ C دي أرقام فدي ممكن تبقى مربع أو مستطيل. لو الـ A هي الـ C، لو الـ D هي الـ D يبقى مربع. تمام؟ أو تطلع مستطيل يعني ما بين صفر إكس ما بين صفر وواحد، والـ Y مثلا ما بين واحد واثنين فيطلع شكل مستطيل. فلو عندك بالشكل ده متعرف، لو الدالة دي متعرفة على مين بالشكل ده، هنعرف بقى الدبل انتجرال. الدالة f of x و y على المنطقة او الريجن r هيبقى عبارة عن دبل انتجريشن على الأرض للدالة f of x و y
دي اكس دي واي او نسميها دي اي على الرادار، اي اللي هي الاريا او المساحه اللي هي دي اكس دي واي او دي واي دي اكس. تمام، فهنعرفها بشكلين. لو حبينا نخليها دي واي دي اكس، بخلي بالك حدود الواي هي اللي جوه، حدود الواي بكام؟ سي. حدود الاكس هي اللي بره بحيث ما يحصلش تفاضل، يبقى اللي جوه يعني كانها كامل الاول بالنسبه للفاليبل الاولاني اللي هو الواي، وارجع كامل بالنسبه للفاليبل الثاني اللي هو الاكس في حدود الاكس اللي هي. طبعا لو الاي والبي والسي دي كونستنت نقدر نكتبها بشكل ثاني، دبل انتجريشن اف او اكس واي دي واي اكس كده دي اكس دي واي، نقدر نبدله معايا طالما الليمتس او حدود التكامل كونستنت. ها مش مهندس هتتكلم عشان ده معانا، يبقى هنا نقدر نخلي السي دي جي اللي بره دي يحدد مين؟ حدود الواي اللي بره، حدود اللي جوه تبقى حدود الاكس دي. بس مش اي تكامل نقدر نعمله كده، لازم تبقى الايه؟ تبقى الحدود كونستنت. لكن لو الحدود فاريبل يعني بدل سي دي مثلا كان اكس واكس سكوير مثلا، لا ما ينفعش، لازم عشان تبدل ترسم الايه؟ ترسم الريجون وتغير الشريحه، بس دي كده اسمها شريحه سلايد. تمام؟ هنشوف بقى في الافكار دلوقتي في المساله، بس ده كده التعريف الاساسي. تاني يبقى ده التعريف الاساسي، لو عندك زانه نتعرفها على ريجون بالشكل ده اكس وواي، اكس ده بتاخد من اي دي والواي بتاخد او الانترفال من سي اكس. هنعرف الدبل انتجرال للداله اف اكس وواي على ريجون اللي هي ار بالشكل ده، هو عباره عن الدبل انتجريشن على ريجون للداله اف اكس وواي دي اي، دي اي اللي هي اقدر اكتبها دي اكس دي واي او اقدر اكتبها واي دي اكس. اي بس يعني اريا، دي اي اللي هو التفاضل اللي هو دي اكس دي واي. لو كتبناها دي واي دي اكس يبقى حدود الواي هي اللي جوه وحدود الاكس هي اللي بره. لو كتبناها دي اكس دي واي يبقى حدود الاكس هي اللي جوه وحدود الواي هي اللي بره. بس لما اوصل ما يحصلش تقارب. تمام؟ معنى الدي اكس هي اللي جوه يعني اكمل بالنسبه للاكس الاول وعوض بحدود الاكس، وبعد كده اكمل بالنسبه للواي وعوض بحدود الاكس. تعال ناخد مثال الاول على التعريف وبعد كده نشوف الايه؟ الافكار التانية. نحسب التكامل من 0 ل 1 من 0 ل 2 3 اكس سكوير زائد 2 واي دي واي دي. لو عايزين نحسب التكامل ازاي؟ ده كده دبل دبل انتجريشن او دبل انتجريشن. نكمل ازاي؟ بكمل الاول بالنسبه للفاريبل اللي جوه واخلصه عوض تحت التكامل بتاعته تطلع في الاخر داله اكس، او ما كامل بقى الماجيك اللي طلع ده بالنسبه لاكس وعوض تحت الاكس في الاخر يطلع رقم. طبعا لازم يطلع رقم في الاخر، فلازم حتى لو اللي جوه فاريبل فلازم اللي بره الحدود اللي بره لازم تبقى كونستنت، لان هنفهم بعد شويه التكامل ده عباره عن ممكن يبقى اريا وممكن يبقى فوليوم على حسب الشكل الناتج اللي بيطلع ده المعنى بتاعه ايه؟ هو مساحه او حجم على حسب هقول لك بعد شويه. يبقى هنحسب ازاي؟ يبقى سيب التكامل الاولاني زي ما هو من 0 ل 1 نحسب ده التكامل ده بالنسبه لواي بكام؟ 3 اكس سكوير واي زائد التكامل 2 واي واي سكوير. تعوض بقى بحدود الواي يعني واي من 0 ل 2 من 0 ل 2 الناتج اللي هيطلع هنكمل بالنسبه لاكس. خلص الواي اللي شيل كل واي حط 2 شيل كل واي 0 بعوض بالحد اللي فوق ديفرنت انتجرال بعوض بالليمت اللي فوق ناقص عوض بالليمت اللي تحت يبقى تعوض ب 2 يبقى 6 معايا يبقى التكامل الاولاني زي ما هو لسه يبقى 2 في 3 يبقى 6 اكس سكوير لما تعوض ب 2 يبقى زائد ايه؟ زائد 4 لما تعوض ب 0 يديك 0 0 يبقى خلاص 0 ممكن الزيرو ده في مساله ثانيه يبقى رقم ثاني ممكن يبقى 1 مثلا يبقى عوض ب 1 ماشي؟ على حسب هنا زيرو يبقى دي طلع في الاخر داله في اكس خلاص كانه تكامل واحد بقى اللي انت خدته في اعدادي التكامل العادي بقى داله في اكس كامله بالنسبه لاكس واقعد بحدود الاكس بتكامل ده ليه يا شباب؟ اكس هتجيب على 3 يبقى 2 ايه؟ 2 اكس هتجيب 4 اكس 4 اكس
اقدر احدد الاكس من 0 ل 0 من 2 اللي جوه حدود الواي عشان لو بدلت يبقى غلط اللي جوه حدود اللي جوه اللي بره حدود اللي بره تمام يبقى في الاخر ده هيطلع رقم هتعوض واحد واثنين هتعوض بواحد واربعه يبقى يطلع سته السته دي حل هنشوف بعد شويه الناتج بتاعها ده بيعبر عن ايه عن فوليو حل تمام طبعا ممكن نحله بطريقه ثانيه على حسب التعريف ده ممكن نبدل حدود طالما حدود التجامل ايه كونس هنقدر يعني نحله بطريقه ثانيه لحل ثاني نقدر نحله كده يا شباب حدود الواي الاول من 0 ل 8 من 0 ل 2 حدود الاكس من 0 ل 1 نفس الداله هذا اكس 3 يعني 2 واي بس ابدل تبقى دي دي اكس طبعا الحسابات هتختلف في النص بس الناتج النهائي هيطلع واحد الحسابات هتختلف كانت كام الاول بالنسبه لاكس شكل التكامل هيختلف بعد كده كام بالنسبه لواي بس الناتج في الاخر يطلع رقم نفس الرقم تمام بعد كام بالنسبه لاكس بعد كده تعوض الاكس كام بالنسبه لواي وعوض اتاكد كده في البيت خليها تطلع نفس الرقم ماشي يا شباب يبقى امتى اقدر ابدل لو الحدود التكامل ايه؟ كونستانت حدود الاكس كونستانت حدود الواي كونستانت مش لازم اكس واي حدود الار كونستانت حدود السيتا كونستانت اي تو فاريبل ده كامل بالنسبه عشان كده اسمه دبل انتجرال او دبل انتجريشن ماشي يا شباب يبقى لو الحدود كونستانت على حسب التعريف ده اقدر ابدل حدود التجاوز لكن لو هي مش كونستانت هنشوف دلوقتي محتاج ترسم الريجون المنطقه دي وتغير الشريحه لان هو كان واخد الشريحه مثلا دي اكس هنخلي الشريحه دي واي هنغير الشريحة هنشوف الأفكار دي ناخد مسألة تانية أمسح ده شباب انت فكرتني بحاجه مهمه جدا انت زي الحاجه دي بتاعت فين انا بتاعت زرقاء هات لي الشنطه دي كده كان مديك حدود التكامل جاهزه هنا في المساله دي في فكره ثانيه ان هو مديك الريجن وانت بقى انت اللي هتطلع حدود التكامل
انا مش مديك حدود تكامل جعلي، مديك منطقه اللي هي الار اللي احنا اتفقنا عليها. ار دي هي الريجون، هترسمها على حسب الكيفات اللي هو مديها لك. الشباب اللي ورا دكاتره معانا، اخر باشمهندس هناك معايا. يبقى هنا الفكره، هنا بيقول لك احسب دبل انتجريشن على الار، بس ما عرفت الار في الاول دي عباره عن المثلث. لما نرسم طبعا الكيفات دي بشكل مثلث، واي بيساوي اكس، واي بيساوي زيرو، واي بيساوي اكس بيساوي 4. يبقى اول حاجه نرسم الايه؟ المنطقه دي. طبعا واي بيساوي اكس ده معروف اللي هو خط 45 اللي هو بيقطع الربع ده اول نصين. لو مش عارفه عوض بنقطتين، اي خط مستقيم عوض بصفر عوض بواحد مثلا، تمام؟ او اسهل حاجه عوض عن اكس بصفر جيب واي، عوض عن واي بصفر جيب اكس. اسهل نقطتين خط مستقيم. يبقى هنا هنرسم خط مستقيم ده اللي هو واي، واي بيساوي طبعا هو ممتد بالسالب، بس شغلنا هيبقى في الايه؟ هنشوف دلوقتي شغلنا هيبقى بس في الايه؟ ده اول حاجه اللي هو واي ايكوال ايه؟ ايكوال بعدين نكتب الايه؟ نكتب دايما نكتب اسم الحاجه، نكتب اسم الكيرف عليه عشان لما نيجي ناخد الشريحه نبقى عارفين الشريحه بتربط ما بين انهي كيرف. دايما نكتب اسم الكيرف على الكيرف. يبقى ده واي يساوي اكس، واي ايكوال واي يساوي زيرو، ده اللي هو اكس اكسس. واي يساوي زيرو ده اللي هو الخط دوس تاني على اكس اكسس. اكس يساوي 4 ده خط يوازي واي عند الايه؟ عند الاربعه. يعني طبعا ده ممتد وده ممتد هيتقطع منه. طبعا النقطه دي هنا اكس بتساوي 4، فالنقطه دي هتبقى 4 اهو، يعني فواي النقطه دي 4 لان واي بتساوي اكس على الخط ده، فاكس ب 4 يبقى واي ب 4. واضح؟ المهم اول المعلومات دي تقدر تطلعها عشان ابقى عارف الريجن حدود اكس بتاعتك كام؟ حدود واي. طبعا هنا ينفع اخد الشريحه بطريقتين، ده طبعا اللي هي الزيرو، ده اللي هو واي يساوي زيرو، ده اللي هو واي يساوي اكس، ده اللي هو اكس بيساوي 4. يبقى الريجن بتاعتها هي المثلث. هو هنا في الاول حكى المثلث. يبقى انا اشتغل على الربع على المثلث، او دايما اللي هي الكلوز ديري، المنطقه مقفوله اللي هي تبقى دايما على شكل مثلث، على شكل مربع، على شكل مستطيل، على شكل دايره، نص دايره، ربع دايره، على حسب المساله يعني. تمام؟ على حسب المساله هتبقى في منطقه مغلقه، ممكن يبقى نص دايره مع اكس اكسس يبقى دي منطقه مغلقه، ممكن يبقى ربع دايره مع اكس اكسس وواي اكسس يبقى برضه منطقه مغلقه، ممكن يبقى بارابولا مع خط مستقيم يقفلها يبقى برضه كلوزد اريا. يعني اي كلوزد اريا بتيجي من اي شكل، تمام؟ اي شويه كيرفات مع بعض كده رسمناهم طلعنا منطقه بنسميها كلوزد اريا. طبعا ممكن بقى ناخد الشريحه كده وممكن ناخدها كده. فلو حبينا ناخدها دي اكس هنا وكده دي واي، بس هي تنفع ناخدها دي اكس. طبعا الشريحه هنا ينفع بطريقتين، يعني مش عايز تتحل بطريقتين. خلينا نقول الطريقه الاولانيه، لو خدنا الشريحه كده، لو خدنا الشريحه الرئيسيه نسميها دي واي، تمام؟ يبقى الشريحه دي واي اسمها دي واي. دي واي دي تربط ما بين واي بكام واي بكام؟ زيرو واي بتساوي اكس وواي بتساوي زيرو، على طول الخط ده واي بزيرو. على طول الخط ده عن اكس 4. اكتب دايما ايه؟ اسم المنحنى او اسم الحاجه عليه عشان بقى. يبقى ده اللي هيبقى جوه يا شباب. اللي انا خدته الشريحه، خدت الشريحه دي واي، يبقى دي واي هي اللي هتبقى جوه. عشان هي هتبقى فاليو. تمام؟ يبقى جوه هيبقى دي واي، يبقى اللي بره هيبقى ايه؟ دي اكس. الاكس بقى لازم تبقى كونستنت. شوف اكس بدايه المنطقه ونهايه المنطقه. الاكس تبدا منين؟ تنتهي منين؟ يبقى ادي ادي الفلوس. يبقى الاكس من 0 ل 4 لكن الواي من 0 لاكس. مين اللي انكتب ده؟ انت بتاخد الشريحه كده، الحد اللي تحت هو ده اللي تحت والحد اللي فوق. تمام؟ هناخد الشريحه كده، اخر نقطه وقفت عليها في الشريحه انت بترسم من فوق لتحت. النقطه اللي تحت دي هو الحد اللي تحت والنقطه اللي فوق. لكن لو خدناها دي اكس اليمين برضه، يعني اخر نقطه هنتهي بيها لو انا بقى من اليمين للشمال، وانا برسم من اليمين للشمال اخر نقطه بنتهي بيها اللي هو الشمال. الشمال ده هيبقى الحد اللي تحت واليمين ده هيبقى الحد اللي تحت. تمام؟ هي نفس المساله دي ينفع تتحل بالطريقتين. خلينا ناخدها الاول دي واي
فالتكامل بتاعنا ده نقدر نكتبه بالشكل ده شكل. يبقى بدل الـ d اقدر اكتبها ايه دلوقتي؟ dy dx. حدود الـ y تبقى من جوه تبقى فين؟ حدود الـ x تبقى جوه. حدود الـ y تبقى من 0 لـ ايه؟ حدود الـ x من 0 لـ زي ما اتفقنا لازم اللي بره يبقى كونستنت. لازم اللي بره يبقى كونستنت. لو بدلنا وده حل تاني ده صح برضه، لو خدنا الشريحه افقيه هيبقى حدود الاكس حدود الاكس الثاني يا شباب 4 اكس الاكس هتربط ما بين الشريحه هتربط ما بين اكس بيساوي 4 وواي بيساوي اكس يبقى الاكس من اكس ل 4 حتى تحت يعني الاكس سوري من واي ل 4 من واي ل 4 يبقى اكس من هنا لو خدت الشريحه كده هتبقى من واي ل 4 اما حدود الواي بلاد المنطقه من صفر ل 4 هبص على واي اكس عشان اجيب حدود الواي كان كونستانت ابص على واي اكس يبقى تبدا من صفر لحد 4 واضح يبقى المسائل دي تتحل بطريقتين على حسب ممكن في بعض المسائل تلاقي طريقه واحده هي اللي تنفع ليه تلاقي الداله اللي انت بتكملها مش هتعرف تكملها مثلا بالنسبه للواي بس هتعرف تكملها بالنسبه للاكس يبقى انت لازم تاخدها دي في افكار كده هناخد مثال عليه يعني ممكن تلاقي الداله نفسها مجبر ان انت تاخد الشريحه دي اكس عشان مش هتعرف تكملها بالنسبه للواي الاول فلما تكملها بالنسبة لـ X وتيجي تكمل بالنسبة لـ Y تلاقيها بقت سهلة. لكن العكس ما كانش هينفع. هنكمل لو كملنا بنفس الطريقة خلاص بقى هتكمل بقى بالنسبة لـ Y وهقعد بحدود الـ Y. هكمل ولا مفهوم؟ كمل. لو صفر لـ 4 هكمل بالنسبة لـ Y يبقى كام؟ أربعة X Y Y تجيب على 3. أنا هقعد ناقص. أفضل كوساين ساين فاي أو تكامل ساين فاي لكوساين. عوض حدود الواي من زيرو إكس، الناتج اللي هيطلع هكمل من زيرو. هعوض عن كل واي بإكس ناقص هعوض عن كل واي بزيرو. كل واي بإكس يبقى دي واي إيه؟ واي أس 4 صح كده؟ إكس أس 4 يبقى دي هيبقى التكامل من زيرو ل 4 إكس. بس 3 في اكس يبقى اكس اس 4 4 اكس اس 4 على 3 هنشيل كل واحد معاهم على اكس يبقى زائد 5 كوساين ايه؟ كوساين اكس ناقص هتيجي تضعه بزيرو شيل الواي وعط زيرو يبقى ده زيرو كوساين زيرو بواحد خلي بالك يبقى ناقص 5 في الاكس مثال 5 بس من 5 جت منين؟ لما تضعه بزيرو الناتج اللي هيطلع هيبقى كله بقى داله في اكس اقدر اكمله بقى التكامل العادي بتاع الداتا اكملها ولا اقطع؟ دكتور كمل كده الحدود الثاني الحدود دي؟ خدنا الشريحه دي واي خدنا الشريحه دي واي اسمها دي واي بشوف بقى الشريحه دي تربط ما بين انهي كشف لازم على طول المنطقه تربط ما بين نفس الكشفين لو ما ربطتش ما بين نفس الكشفين في الحاله دي لازم تنزل المنطقه لمنطقتين تمام؟ يعني بعض المسائل تيجي تاخد الشريحه لما تاخد الشريحه هنا زي ما تاخدها هنا زي ما تاخدها هنا زي ما تاخدها هنا في بدايه المنطقه زي منتصف المنطقه زي اخر المنطقه لازم تربط ما بين نفس الايه؟ الكيرفين ايا كان شكلها ايا كان اسمها تمام؟ فخدنا الشريحه تربط ما بين واي بيساوي 0 وواي بيساوي اكس يبقى هي دي الحدود اللي تحت يبقى اللي تحت واللي فوق يبقى اللي فوق يبقى من 0 ل اكس دي حدود الواي الحدود بقى بتاع الاكس اللي بره دايما لازم يبقى كونستنت حدود الحاجه اللي بره اللي هي بالنسبه لنا هنا اكس لازم ده يبقى ارقام عشان في الاخر ده يطلع ارقام عشان ده هيعبر عن فوليوم او كده يبقى ببص بقى على اكس اكسس اكس بدا منين كبدايه منطقه ومنتهيه فين كنهايه المنطقه يبقى الريجن بتاعتك بدايتها من هنا اللي هي الكلوز اريا اللي انت رسمتها فتلاحظ ان هي بدا من الصفر تنتهي عند الاربعه لو عكسنا يبقى الواي من صفر لاربعه لو انا خليتها دي ايه دي اكس دي واي يبقى الواي هي اللي بره فلازم تبقى الواي من صفر لاربعه انا بصفها زي بعض عشان أيوة. مش لازم يبقوا زي بعض في كل المسائل واضح شباب يبقى المسائل دي تتحل طريقتين تقدر تجرب الطريقه الثانيه لازم تطلع نفس الحاجه ناخد فكره ثانيه حاول من الكليه لو ايه
فكرة تانية انا بديك حبيب تكامل بس في مشكلة اصلا في التكامل نفسه لما نيجي نكمل بالنسبة لـ X هنعرف نكمل E و 6 سكوير تكاملها بالنسبة لـ X دي ملهاش تكامل عشان تكاملها بالنسبة لـ X لازم يبقى فيه X بره تكامل الدالة الأسية هي نفسها تكامل تفاضل الدالة الأسية S هي نفسها بتفاضل S عشان اكملها لازم تفاضلها كله يبقى موجود ما ينفعش اضرب في فاريبل واسمع على فاريبل واحد يقول اضرب في X واسمع على X الـ X اللي قسمت عليها هتلاقيها فين ما ينفعش كمان تساوي صفر ما ينفعش اضرب في فاريبل يبقى هنا محتاج الفكره هنا بقى لازم تغير انت الفاريبل هو مديك تكامل دي اكس دي واي انت لازم تقلبه ايه دي واي دي اكس عشان تقدر تكامل لكن بالشكل ده مش هتعرف تكامل تمام يبقى هنا الفكره انا بقول لك عليها ان انت ممكن تبقى مجبر ان انت تاخد شريحه واحده يبقى او يديك شريحه غلط وانت تبدلها ازاي بقى ارسم ريجن عشان غلط عشان اغير الشريحه هو هنا دلوقتي بيديني حدود التكامل اعكس اللي انا عملته هنا هنا كان مدينه ريجن ورسمناه وطلعنا حدود التكامل هنا بقى مديني حدود التكامل هاخدها ارسم منها ريجن عشان اغير منها الشكل تمام يبقى اخد كل الكيرفات اللي موجوده عندك في حدود التكامل وارسمها يبقى الحل مش هذا ده بما ان دي حدود مين الواي يبقى الواي بصفر لا الواي بكام الواي بواحد دي حدود الاكس بالاكس بكام اكس بواي او واي باكس والاكس بايه هي دي كده الكيرفات اللي موجوده عندك هي دي الكيرفات اللي موجوده في حدود التكامل اللي حدود اكس يبقى سميها اكس واللي حدود واي سميها واي ارسمهم بقى عشان تطلع الايه الريجن عشان تغير الشريحه عشان هو كان واخد الشريحه غلط كان واخد الشريحه دي اكس بس ما عرفش يمكن يبقى عندك طبعا دول خطين وطبعا ده اللي هو خط 45 وده اللي هو اكس مساوي يبقى تقريبا هيبقى مسلم يبقى y بيساوي x x بيساوي 1 طبعا y بيساوي 0 اللي هو x اكتب و y بيساوي 1 طبعا المنطقه المغلقه فين يا شباب هو المثلث ده بس مع ان ده معايا بس ده خارج المنطقه ليه هو ده هيحدد لك بس حدود الواي لكن امتى يبقى معانا لو كان مديني الخط اللي هو اكس بيساوي 0 لو كان معايا اكس بيساوي 0 فكان هتبقى المنطقه المقوله هو المربع كان هيبقى المربع في الحاله دي هيبقى المثلث ده المحصور ما بين واي بيساوي اكس واي بيساوي 0 اكس بيساوي 1 طب ايه فايده اللي هو الجوازي ده؟ ده عشان يعرفك حدود الواي 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 هو تقاطع جايه من تقاطع واي بيساوي اكس واكس بيساوي 1 بس تمام؟ زي الفكره هي اللي هو واي اللي هو حاطط لك نقط كده عند الاربعه عشان تعرف منه حدود الواي اللي بره تمام؟ هنا المنطقه هي اكس هو المثلث خلي بالك هو كان واخدها دي اكس عشان واخدها كده انا خدها احنا دي ايه؟ هنعكس الشريحه هنعكس الشريحه توازي واحد نسميها دي الواي دلوقتي هتربط ما بين اي خطين او ما بين اي كيرفين بقى مش لازم خطين صفر واكس ده حدود الواي تبقى صفر واكس التكامل ده هيتغير هيبقى حدود الايه؟ الواي هي اللي جوه ما بين دي واكس والداله زي ما هي بس الشريحه تبقى دي دي واي دي اكس حدود الواي عرفناها طب حدود الاكس لازم تبقى كونستنت الاكس منين زي المقطع اللي كده يبقى الاكس دي واي دي تقدر تكمل طبعا التكامل ده هو اللي فوق بس المشكله بتاع اللي فوق ان انا ما قدرتش اكمل معلش بقى النقطه اللي ما قدرتش ايه النقطه الثانيه اللي ما قدرتش عشان يو 6 سكوير ما لهاش تكامل يو 6 سكوير ما لهاش تكامل اقول لك ساين اكس سكوير عشان تكامل الساين لازم تفاضل الزاويه يبقى موجود عشان تكامل يو 6 سكوير لازم تفاضل الاس يبقى موجود وهكذا اي افكار بقى بالشكل ده يعني تفاضل الزاويه مش موجود او تفاضل الاس مش موجود او تفاضل الحاجه اللي انت بتكملها مش موجوده مش عارف ده تكامل هو
عارف حزين الشارع في اتجاه اكس ايه عارف حزين الشارع في اتجاه اكس الاولين تيكس اول واحد ده دي اكس بتاعك ده بالي تمام المكتوب الاولاني ده هو ده الشارع اللي هو خدته اللي بره قلنا دايما يبقى كله تمام الاثنين دول على بعض كده يديك الاري دي اي دي اكس دي واي او دي واي دي اكس يديك الدي اي اللي هي الاري دلوقتي ده بقى بكام انا هكمل ده بالنسبه لواي اعتبر ده ايه ثابت زي البارشا ده بالنسبه لك ثابت هتكمل بالنسبه لواي يبقى واي في اكس منش يبقى ده تقدر تكمله بقى عادي التكامل الاولاني زي ما هو سي من هو لو واي يير 6 سكوير الناتج اللي هيطلع هنعوض بقى من 0 من 0 اكس ونكمل بالنسبه لاكس هنعوض بقى عن الواي هنعوض عن الواي لاكس هنعوض عن الواي كتير فتطلع X هيظهر في X ده احنا بندور عليه هتطلع لك بقى تفاضل الأس هنحتاج الأول بالنسبة ل Y هنعمل بقى تفاضل الأس عشان تقدر تكملها بالنسبة ل X يبقى ده هيساوي شيل بقى كل Y اللي عوض عنها ب X يبقى X U6 سكوير DX طبعا متعوض 0 ديك 0 ظهرت ال X اللي احنا عاوزينها عشان احنا كملنا الأول بالنسبة ل Y فطلع لنا X فظهرت لنا X من حدود ال Y تمام فيظهر في الاخر داله في اكس اقدر اكملها بعد كده اكمل ده بالنسبه لاكس بكام نص يو 6 سكوير تفاضل النص موجود بره بس ناقصه 2 بضرب في 2 وبره في نص يبقى نص هي نفسها نص هي نفسها الداله اللي بتكون شكلها ده بيسمى نص يو 6 سكوير عوض بقى كده الاكس نجيب نديله 1 ونضعف 1 يبقى ايه اما ضعف 0 سبعة كده طبعا اللي هو 2.7 من 10 تقريبا يعني انت هتسيبها كده عشان لو جاي لك في الام سي كيو يبقى هتيجي دلاله الاي تبقى سيبها اي لو هي اي سكوير سيبها اي سكوير ما تعوضش عنها تمام لكن هي لها قيمه اي اللي هي 2.7 من 10 تقدر تجيبها من الاله يعني التقريب 2.7 من 10 يا شباب بس هنسيبها بدلاله الاي تطلع اي تطلع برضه المثال اللي فاتت دي تطلع بدلاله كوزاين مثلا طلع كوزين 5 سيبها كوزين 5 طلع ساين 1 سيبها ساين 1 فاهم عشان الاختيارات هتبقى زي ما هي من غير ما نعوض من غير ما نحسب يعني في الآلة ساين 5 كام او اي اس 1 اذا خدنا دلوقتي فكره الفكره العاديه ان انا حدود التكامل كلها ثوابت فاقدر ابدل عادي اكمل بالنسبه ده الاول اكمل بالنسبه للثاني الاول مفيش مشكله لكن لو حدود التكامل اللي جوه فاريبل واللي بره كونستانت ما اقدرش ابدل كده تبديل عادي ما اقدرش اطلع ده بره لا كده غلط يعني مش صح مش هيديك نفس النتيجه لانه هيطلع لك في الاخر فاريبل وفي الاخر ده مش لازم يطلع فاريبل ده لازم يطلع نمبر لازم يطلع رقم لانه هنشوف بعد شويه ان هو ده بيعبر عن مساحه اريا او فول ماشي شباب الناس اللي عماله تتكلم بره باشمهندس ده بيصعب معنا مش مهندس بنجي التاني معنا ندعى كل واحد باسمه خلص المحاضرة خدنا لحد الوقت كم فكرة الفكرة العادية اللي هو بتاع التعريف الفكرة الثانية ان هو لو نديني المنطقة وانتم احنا نرسمها الفكرة الثالثة لو انا ما بدتش كامل بالنسبة للفاريبل الاولاني فمحتاج ابدل الفاريبل الفكرة الثالثة ان انا لو ما قدرتش اكمل اصلا بالنسبة لإكس ولا بالنسبة لواي وكان عندك شكل الدائرة او معادلة الدائرة موجودة في التكامل سواء في حدود التكامل او موجودة في الدالة اللي انا بكاملها في الحالة دي لازم تغير الفاريبل خالص لحاجة اسمها غيرها من كارتيزيان الى بولر عارفين البولر؟ اللي هي تفرض الاكس عبارة عن ار كوزين ثيتا والواي عبارة عن ار ساين ثيتا امتى استخدمها؟ اول ما اشوف شكل الدائرة في التكامل في الداله اللي بكامله او في حدود التكامل تمام هنشوف بقى امثله ازاي يبقى هنا ممكن انا ما اقدرش اكمل اصلا ولا بالنسبه لاكس او ولا بالنسبه لاكس مش معايا الحد ده مش معايا اللي هو اكس بساوي صفر يعني الحدود اللي معايا دلوقتي واي بساوي صفر معايا y بيساوي x اللي انا برسمه y بيساوي صفر y بيساوي x بيساوي 1 وفي y بيساوي 1
بس واي يساوي واحد ده ما حددتش منطقة. يعني المنطقة هنا مفتوحة من هنا صح ده؟ فدي كده مش كلوز دي. فين الكلوز دي هي؟ اللي محصورة ما بين واي يساوي اكس، ما بين اكس يساوي واحد، ما بين واي يساوي. يبقى أنا دايما بشتغل على كلوز دي لازم تبقى منطقة مفتوحة. امتى امتى كنت استخدم دي؟ لو كان مديني اكس بسوسس. لو كان معايا في الكيرفات دي كده اكس ايكوال زيرو. خلي بالك ممكن بدل اكس ايكوال 1 كان اداني اكس زاويه زيرو. كنت هشتغل على المثال ده صح ولا لا؟ قول تاني. لو كان مديني بدل اكس ايكوال 1 هيبقى مفتوحه من هنا اداني اكس ايكوال زيرو. في الحاله دي يبقى ده معايا وده معانا وده معانا، يبقى هو المثلث ده وليس ده. فاهمين الفكره؟ يبقى دايما اشتغل على الكلوز دايركت المنطقه اللي اتقفلت. سوري انا معايا اكس واحد اصلا ومعايا لا ما معايا واي واحد، لو معايا واي واحد ومعايا اكس واي صفر ومعايا اكس صفر كده. يعني بس في الحاله دي واي صفر ده مش هيبقى له لازمه، هيبقى بس بيحدد لك بدايه الايه؟ بدايه الواي بس، بدايه الواي منين؟ كبدايه واي كحدود واي. لكن في الحاله دي المثلث هو اللي هشتغل عليه. بس دي عشان سؤال الباشمهندسه اللي كانت بتسال اشمعنى اخدتها مثلث اخدتهاش مربع ولا مستطيل؟ على حسب المنطقه اللي اتقفلت. تمام؟ يبقى اشوف المنطقه المغلطه هو ده اللي هيشتغل. زي الفكره هنا كده لسه مساحه هنا بس بحق. طب ليه اداني اكس عشان واحد؟ ده عشان يعرف لك حدود الواي او حدود الاكس، عشان تعرف حدود الواي منين لفين وحدود الاكس. مش لازم تستخدمها في الريجن بس بتعرفك المنطقه، حدود المنطقه بس. واضح؟ رقم دليل عليه. بالنسبه للفاريبل فغير الفاريبل غير الشريحه. لكن لو ما قدرتش اكمل بالنسبه للاثنين اهو ما غير الاثنين، هي بنسميها ان احنا نغير الكاتيجوري. سيب سيب حول من كارتيزيان لاكس واي الى بولر اللي هو ار او سي. خدناها في اعدادي قبل كده ان اكس يساوي ار كوزاين والواي يساوي ار ساين. عشان بقى نجيب الار يبقى الار كام؟ جاز اكس سكوير زائد ار سكوير. لو ربعنا المعادلين وجمعناهم يديك ار سكوير صح ولا لا؟ لو ربعنا الاكس وربعنا الواي وجمعناهم يديك ار سكوير كوزاين سكوير زائد ار سكوير ساين سكوير. لو خدنا ار سكوير مشترك يبقى كوزاين سكوير زائد ساين سكوير بايه؟ ار بيساوي جاز اكس سكوير زائد واي سكوير. ليه خدت الار جذر موجب بس؟ مش المفروض هو الموجب او سالب؟ الار دايما فجاه الموضع موجب. تمام؟ لازم لو هيبدا يبدا من الصفر. يبدا من الصفر لحد ايه؟ لو انا شغال على دايره يبقى من صفر لمصفر كله. تمام؟ خدت الكلام ده في الاستاتيك يعني. جبت هنا اقدر اقول ان الار سكوير عباره عن اكس سكوير زائد واي سكوير. عشان دي اللي هتحول لك بقى اول ما الاقي الشكل ده في المساله اكس تعداد الواي تربيع يعرف ان ده الشغل هتشتغل بيه. اول ما الاقي الشكل ده في الداله الكامله في حدود التكامل. ازاي هلاقي حدود التكامل؟ هتلاقي مثلا في حدود التكامل حدود الواي مثلا جذر 1 ناقص اكس سكوير. خلي بالك هي هتقول بقى واي بيساوي جذر 1 ناقص اكس سكوير. لما اربعه تديك معادله الدايره صح ولا لا؟ واي بيساوي حدود التكامل حدود الواي مثلا لقيت جذر، مش هتلاقي شكل الدايره بالظبط واي اكس سكوير زي واي سكوير، لا هتلاقي واي في طرف،
هتلاقي واي بيساوي جذر واحد ناقص اكس سكوير. فلما تربعها تطلع معاد الدايره، هتلاقي واي بيساوي جذر 9 ناقص اكس سكوير، دي برضه معاد الدايره بس الجذر بتاعها 3. تلاقي جذر، تلاقي حدود الاكس مثلا جذر 16 ناقص واي سكوير، دي دايره برضه. اكس اكس هي اللي بتساوي، لو اكس هي اللي جوه يعني اكس بيساوي جذر 16 ناقص واي سكوير، فلما تربعها تطلع معاد الدايره مركزها 0 0 نصف قطرها 4. واضح شباب؟ اذا كده جبنا الار. نعم عايز الجذر؟ لا لا خلاص خلص على الوسط جوه؟ اه موجود فيها كلها. يبقى هنا جبنا الار ده عشان نقدر نحول بقى الاكس ده. يبقى ازاي احول بقى؟ اول ما الاكس ده دوت ابدا اشيل احط ار ثانيه. طب لو لقيت الجذر يبقى احط ار. هي السيتا طبعا هتفكها، المفروض السيتا طبعا بيساوي كان ماينس 1 واي على اكس. كان ماينس 1 واي على اكس. تعالى ناخد مثال عشان بقى تحول في حاجه اسمها الجاكوبيا. ايه الجاكوبيا ده؟ ده اكس ار اكس سيتا واي ار واي سيتا. المفروض كنا خدناها في البارشل، ده احد طبقات البارشل، حاجه اسمها الجاكوبيا. الجاكوبيا ده اللي هو التحويل، عشان احول من احداثيات لاحداثيات لازم اضرب في حاجه اسمها يعقوبيه التحويل، اسمها الجاكوبيا. الجاكوبيا ده اسم واحد كده اسمها يعقوبية التحويل، هو عشان احول من دي اكس دي واي الى دي ار دي سيتا لازم اضرب في حاجه هنا، حاجه هنا دي اسمها الجي، الجي اللي هو الجاكوبيا. الجاكوبيا ده يتحسب ازاي؟ من الايه؟ من الديتيرمنت. انا احسبه بس مره واحده كده هتبقى حافظ، هيطلع ار في حاله البولر ار، لكن مش هناخد طبعا التريبل لو هي في ثلاث، لو هي في رو وسيتا وفاي بقى، بس مش هناخدها دي في حاله التريبل انتجرال، بتطلع ار سكوير في ساين، ار سكوير في ساين فاي، بس احنا هنشتغل بس ضرب، فاحنا محتاجين بس نعرف دي. فدي ما تيجي تحسبها، تفاضل الاكس بالنسبه للار بكام؟ كوساين سيتا، تفاضل الاكس بالنسبه لسيتا سالب ار ساين سيتا، تفاضل الواي بالنسبه للار ساين سيتا، تفاضل الواي بالنسبه لسيتا ار كوساين سيتا. فكر ديتيرمنت ده بده ناقص ده بده يديك ايه؟ هيطلع ار. احسبها كده يبقى عندك طبعا ده يبقى ار كوساين سكوير زائد، عشان ده بده ناقص ده بده زائد ار ساين سكوير، تطلع تاخد ار مشترك يبقى ساين سكوير زائد كوساين سكوير واحد. يبقى انت محتاج بس تحفظها ان الجاكوبيا بتاع التحويل الكارتيزيا اللي جوه بيساوي ايه؟ ار. يبقى اقدر اشيل كل دي اكس دي واي احط مكانها ار دي ار دي سي، لازم ار دي ننسى، يبقى اشيل كل دي او دي واي دي اكس، مش لازم دي او دي واي دي اكس عشان احول من اكس لواي يعني، يبقى اقدر اشيل دي اكس دي واي او دي واي دي اكس واقعد عنها دي ار دي ار دي دي سي، يبقى اشيل هنا واحط مكانها ار دي ار دي سي. بس هي دي المعلومات اللي انا محتاجها، محتاج التحويل من اكس واي شكله ايه والدي اكس دي واي هيبقى شكلها ايه. طبعا حدود الاكس حدود الار والسيتا هتبقى معروفه، لو شغال على دايره كامله يبقى الار من صفر لحد نصف القطر، من صفر لحد الريديوس. شوف بقى على حسب الريديوس، لو هي اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي 16 يبقى الريديوس بيساوي 4. اللي بص وراها معانا يبقى الار هيبقى من زيرو لنصف القطر. طبعا لازم الار ما ينفعش يبقى بالسالب، متجه الموضع بيبدا من لحد اقصى حاجه له نصف القطر. طبعا لو انا شغال على دايره، لو شغال على خدنا قبل كده الكاردويد والاشكال الثانيه شكل القلب خدناه دفع اعدادي كمان خدناه في الكربتشر خدنا القلب ايا كان اي شكل اللين سكيب شكل الورده خدنا شكل الورده في اعدادي لا خدناش في اعدادي برضه يعني هنقول دلوقتي مش عايزين لو خدنا اي شكل يعني غير الدايره من صفر الار اللي هو بتاع المعدل شوف الار في المعادله بكام لانه هيبقى من صفر للكيرف الكيرف ده هيبقى متغير هيبقى عند كل نقطه هيختلف صح ولا لا الدايره عشان هتبقى ثابته يعني هتبقى اقصى حاجه لها من صفر نصف القطر عند كل نقطه هيبقى هتبدا من صفر واقصى حاجه لها لكن لو منحنى تاني غير الدايره واخد شكل ورده واخد شكل قلب واخد شكل
اي اشكال بقى من المستعربين. يبقى تعال ناخد بقى مثال. ولا بالنسبه للواي ولا بالنسبه للاكس، محتاج تحول الزاويه. بالنسبه للاكس موجود 2 اكس مش موجوده برده، سيبك من الاثنين، اهم حاجه الاكس مش موجود. بالنسبه للواي موجود، بس تعرف انت مش هتعرف تكامل ولا بالنسبه للاكس ولا بالنسبه للواي. تمام، نجيب لك بقى شكل ثاني. اي اس اكس تربيع زائد واي تربيع برده، مفيش حاجه قدامك مش هتعرف تكاملها برده، ولا بالنسبه للاكس ولا بالنسبه للواي. ده في الحالتين المحاضره بتبدا على طول. محتاج اغيرها الى بوله. اعرف منين؟ الاقي شكل الدايره، لان الداله المكمله او في حدود التكامل اهي، دي معادله دايره، دي واي مساوي جذر 1 اس سكوير، دي معادله دايره. طبعا اللي فوق دي نص الدايره اللي فوق، واللي تحت دي نص الدايره اللي تحت. المعادله من سالب لموجة، نص الدايره سالب ده اللي هو النص اللي تحت، والموجة ده اللي هو النص اللي تحت. اعرف ازاي؟ يبقى بدايه الحل هو شكل. نكتب الكتابات اللي عندنا. تقريبا على حدود الاكس بكام؟ سالب 1 حدود الواي سالب جذر 1 سكوير لحد جذر 1. كل ده خلي بالك بيمثل دايره. اعرف ازاي؟ لو جينا نربع المعادله دي او دي، هيديك واي سكوير يساوي 1 ناقص اكس سكوير، اللي هي اقدر اكتبها اكس سكوير زائد واي سكوير يساوي 1. دي معادله دايره نصف قطرات 1 مركزها 0 0. معادله دايره نصف قطرات 1 مركزها 0 0. وطبعا دي حدود الاكس بتاعتها، ان الدايره الاكس هتبقى من سالب 1 ل1، لان الريديوس يساوي 1. اقصى حاجه للاكس هنا 1، اقصى حاجه للاكس هنا سالب 1. فهنا تعرف ان دي دايره او تعرفها من هنا. تلاقي الشكل اكس تربيع زائد واي تربيع في الداله، او تلاقي في حدود التكامل الجذر ده 1 ناقص اكس تربيع، او 1 مش لازم 1، يعني 4 مثلا ناقص اكس تربيع، او 9 ناقص اكس، حاجه متربعه اللي هو نصف القدر يعني. تمام؟ يبقى في الحاله دي نقدر نحولها، شيل كل اكس عباره عن ار ساين زيتا، واي بيساوي ار ساين زيتا. من هنا اقدر اشيل اكس تربيع زائد واي تربيع عباره عن ار تربيع. التكامل بتاعنا ده نقدر نكتبه بشكل ده. هيبقى كوساين ار تربيع. طبعا هنشيل بقى دي دي واي دي اكس على دي لازم ار ار. حللت لك المشكله اهي، جابت لك تفاضل الزاويه، هي الار دي مهمه. ار دي ار دي سي. حدود الار اللي جوه من صفر لنصف القطر هنا كام؟ واحد. دي معادله دايره تيجي تحولها لاكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي. يبقى دي دايره نصف قطرها واحد. يبقى هنا حدود الار من زيرو لواحد. يبقى متجع الموضوع هيبدا من زيرو، اقصى حاجه اللي هو يوصل على منحنى اللي هو بيسوق، اللي هو نصف. حدود السيتا شغال على الدايره كلها، يبقى من صفر لاثنين واحد. السيتا من زيرو لاثنين كامل عادي. افكار ثانيه بقى ان هو ممكن يديك بس نص الدايره. يعني ايه نص الدايره؟ يشيل لك دي بتوعك صفر. الحد اللي تحت بتاع الواي ده هياخد مكانه صفر. نص دايره. الواي بدا من الصفر، يبقى كده شغال على نص دايره. تمام؟ واي بدا منين؟ هو شغال على النص اللي فوق. يبقى اللي هيختلف السيتا، كده من صفر للماينس.
لان الاكس ده باين مثال واحد تمام. خلي بالك فكره ثانيه سي دي زمائيه بس حط لك مكان دي صفر دي برضه نص دايره بس عين نص نص اليمين نص ده ليه الاكس من صفر لواحد الاكس منين من صفر لواحد لكن الواي متسالب بموجب انت شغال على نص ده يبقى سيتا منين لفين من باي على 2 ل 3 باي على 2 او من سالب باي على 2 لباي على 2 تحت دي بتفيد 3 باي على 2 او سالب باي على 2 ماشي شباب يبقى هي حدود السيتا هتختلف على حسب مين بتبص على الاكس والواي بدا منين في مساله بس ان هو من لو هو مديها لك جاهزه في البولر بص عليها بس اللي هي اخر مثال خالص بسيطه سهله لو هو بقى مديها لك جاهزه بولر مديك المعادله نفسها بولر يبقى انت هتستغل لازم تستخدم البولر هو مديك الار جاهزه يبقى انت هتقول من صفر للار اللي هو مديها يعني الار هتبقى من صفر لمعادله الار نفسها اللي هي داله في والثيتا على حسب بقى الرسمه هو هيبقى معرفها لك في الربع الاول يبقى من صفر باي على صفر على حسب بقى في دايره كامله طلع دايره كامله بصيت على حدود الاكس بصيت على حدود الواي انت كده كل واحد واحد حدود الواي سالب لموجب فالدايره كلها لكن لو حدود الواي بدا من الصفر بدا تصل انا شفتها حالا الواي بدا من النص هنا حد الموجب اللي فوق اللي هو الجذب لسه الاكس ده سالب واحد لواحد النص ده اللي هيغطي الزاويه ده الزاويه من هنا صفر بار النص اللي فوق صفر بار لو النص ده باي على 2 3 باي على 2 ممكن تبقى ربع خلي بالك ازاي؟ ده صفر وده صفر ده صفر وده صفر تبقى ربع دايره ربع دايره اللي في الشمال شغال من صفر لواحد وشغال من واي بصفر للكير لو شغال على الربع الاول يبقى من صفر الباي على 2 لها اربع اشكال نفس المساله تقدر تحلها باربع اشكال ممكن تبقى ربع دايره ممكن تبقى نص الدايره اللي فوق ممكن تبقى نص الدايره اليمين تمام ممكن تبقى دايره كامله دكتور فهمت الافكار دي هو الار دي ار بس هي ايه الار دي ار بس هي عشان اشيل دي اكس الوقت احط مكان ار لسه قايلها لك الدكتور مدي نقط لو كان المغرب الدكتور مدي نقط تمشي على المحمس تمشي على الفرد تمشي على الرايزر واجيب نقطي اصلا يا شباب انا في محاضره جايه على الرايزر بس جيت مش بارح في المحاضره انا حليت في البيت بس مش كده انا مش قادر اقعد ايه يوم امتحان الساعه 4 الساعه 10 فاينل ام سي كيو هاني هلا عشان تراني هلا عشان ما خليه زي بعض هاي بقى 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 هاي ب